سيكون لنا مع بعض لقاءات خلال الحملة لشرح البرنامج اللي سأعرضه على المواطنات والمواطنين، لأن كما ينص عليه الدستور السلطة الكاملة للشعب وللشعب وحده، مادة 7. المادة 8 يمارس هذه السلطة من خلال المؤسسات التي يختاروها ينتخبوها أو يختاروها. هذه أول انتخابات لتجرى بهيئة وطنية مستقلة، لا وزارة الداخلية ولا ولات ولا رؤساء دوائر ولا رؤساء بلديات ولا شيء جديد بالنسبة للجميع. إذا نتأقلم مع ربما في بعض الأحيان يظهر أنه يعوق المسيرة، ولكن في الواقع يعني هذه هي البشر كما هكذا.